السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. الفنان محمد الريفي كيخرج على الصمت ديالو ونزل فيديو على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيرد فيه على الكوميدي عبد الفتاح جوادي. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا فتاح جوادي، عيب وحشومة وعار تعير في عرضي، عيب وحشومة وعار. وانت فنان وتعير مرتي بالسحور ودارت ليك وتسبها بكلام فاحش، عيب يا فتاح. فيا اللي مكفيني، فيا اللي مكفيني في ألمي، أقسم بالله لتنتوجع يوم على نهار. وتعير المدام حشومة، وبالنسبة أمي مي ما لقيتهاش، خويا ما مخلينيش نشوف، اقسم بالله اللي خلق الكون لا تنقلب عليها ليل ونهار باش نبوس رجلي، ولكن ما مخلينيش خوتي انا تنقلب عليها ما مخلينيش. وعبد الفتاح جواد حشومه، حشومه تعير عرضي، عيب. واحد خر يتابعك قضائيا، ولكن انا مريض في اللي مكفيني حشومه تقول ليها وتعيرها وتسبها. علاش علاش هي اللي تحلي لي؟ قدر الله سبحانه وتعالى اللي مكتبو عليا حشومه. وعار عليك يا خويا فتاح، ماشي منك تصدر باش تعير بنات الناس. حشومه صاحبي يا دابا حنا نعيروك اي فنان نعيرو ليه مرتو؟ حشومه انا في وسط، انا تنتالم ما لاقيش امي، تنتالم نهار على نهار. وخويا ما مخلينيش نشوف امي باش يفهموا شحال واحد، حيت بارك عليا في اللي مكفيني قسما بالله. انا بغيت نشوفها الوالده ديالي ما مخلينيش. فحشومه عليك فتاح، عيب وعار. وشكرا لكم خوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.